يعني ايه شبر الارض؟ يعني ايه الارض يا ريس؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده باب الفتوح يا ريس. باب الفتوح ده هناك عند باب النصر يا ريس. ما هو ده نوع من انواع الفنون. لا ده الكلام ده عند ابو الفنون. هنا اهو احنا جايين نقدم كوميدي يا جماعه، ما تهرجوش. ما هو برضه يا ريس فين الجديد اللي حضرتك مقدمه؟ ما انت طالع من الصاله زي محمد صبحي. استاذ محمد صبحي عمل الحركه دي قبل كده؟ اه يا ريس، وكانت احلى بكتير. طب ما قلتوليش ليه؟ جامل حضرتك. ما قلتوليش ليه يعني؟ ما حضرتك مش مدينا فرصة، ما بتسمعناش. ما هو أنا بسمعك، أقول لي إن هو عملها قبل كده. ما وده إيه؟ مش عارف. ما تيجي تاكلني، تعالى. أنت كنت نايم ولا إيه؟ صح النهاردة من النوم جسمي مدغدغ وبطني مشيت عليا مش قادر. أنا مش فين بقية الناس؟ أنتوا بتهرجوا يا جماعة، فين بقية الناس؟ يا جماعة يا إخوانا يا ويزو، فين بقية الناس؟ يا ربيع، ايه يا ريس؟ يا ربيع، ايه يا ويزو، انت فين؟ معلش يا ريس، كنت بتدرب على الرقصة الجديدة اللي عاملها في المسرحية. أنهي رقصة؟ الرقصة اللي أنا كنت عاملها في المسرحية. بقول لك إيه، أنا بقالي تلات أربع مسرحيات ما برقص وأنا كده جسمي صدى. ها؟ كده جسمك صدى؟ يعني أنت جسمك زي البني آدمين عادي والباقي ده صدى يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهم. إيه يا ربيع؟ إيه يا ريس؟ أنت سايبهم عمالين يقولوا لغة عربية، إحنا بتوع لغة عربية يا ابني؟ أنا أصلاً كنت بحفظ المشهد بتاع أنور ده، بس هو دخل الأول وقاله. يعني انت كنت هتقول لغه عربيه؟ المفروض انا اللي اقوله اصلا. لو طب هتقول ازاي؟ لو ان اعتقنا الناس جميعا وفلقنا كلا منهم نصا في الارض لحمجنا الشمس اذا شئنا الحريه ماتش الاهلي انبصي على الارض البنك الاهلي انا عايز قرض لحمجنا الشمس اذا جئنا بانجز كلمه عظمه الأرض. على الاقل دي حاجه مفهومه. لحمجمه لحمجمه الشمس، لحمجمه الشمس اذا شئنا. هي الشمس دايما بتتحجم من كده، صح؟ والله العظيم انتوا بتهرجوا يا جماعه. وبقيه الناس فين بجد؟ فين كريم؟ يا كريم. ايوه يا ريس، سلام عليكم. ايه في ايه؟ بص حضرتك، انا مش هعمل ادوار عيال صغيره تاني، ماشي؟ يعني ايه يا ريس؟ انا من كتر ادوار العيال الصغيره حاسس ان هيجيلي الحصبه واموت. يا كريم انت احسن واحد بيعمل دور للاطفال الصغيره يا كريم. ويوم ما تديني دور تديني دور كده. لا بس عملته طفل برضه. امال ايه؟ ما ايه يا كريم، انت ما دام بتعمل دور اطفال خلاص اتكل على الله. اتكل على الله يا ابني، اللي في ايده دور يمسك فيه بايديه واسنانه. ماشي يا جماعه. ها اسراء اتاخرت النهارده. يا سلام، فاعلة خير انت فعلا. طبعا. فين اسراء؟ يا اسراء. اسراء ايه يا اسراء؟ أشرف أقسم بالله العظيم أنا آسفة. آسفة؟ الساعة كام معاكي حضرتك؟ الساعة 6. وإحنا ميعادنا كام؟ واحدة. طيب يعني إيه؟ أنا آسفة أقسم بالله دي آخر مرة يا أستاذ أشرف. ما أنت كل مرة بتقولي آخر مرة. يا جماعة مش هينفع كده، كده خلاص الحكاية هتفرول مننا. تعالوا دلوقتي نفكر في مسرحية نعملها. نعمل إيه؟ بقيت الناس لسه فين؟ فين عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن وفين عمر؟ عبد الرحمن جاله تصوير يا أستاذ أشرف. ربنا كرمه من واسع. يعني انت بتحقد عليه ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا والله، ده انا الفرحه هتفوت من وش اهي. لا باين طبعا، باين. يلا يا سيدي ربنا يكرمه. المهم بس احنا نفضل زي ما احنا كده يا جماعه عشان نعمل عروض. نعمل ايه العرض الجاي؟ يا ريس ربيع عنده فكره حكايه. ايه؟ احنا نعمل فيلم. اي ما احنا ناخد من فيلم نعمل فكره ونعمل مسرحيه. نعمل افاتار. نعمل افاتار؟ ما اتعملش على المسرح قبل كده. هنعمل ايه في افاتار يعني؟ هنعمله 3 دي زي ما هو. والله هنعمل افاتار 3 دي؟ هنجيب نظارات نوزعها على العالم اللي قاعده دي وننطلق. مفيش اي حاجه. يعني انت لما تبقى 3 دي هيبقى شكلك ايه؟ هبقى 100 100، هبقى احلى من كده. الناس هتشوفني علني. يعني انت كام دي مثلا؟ عرفت. ماشي، مش هينفع، مش هينفع. عايزين فيلم عربي يا جماعه، فيلم طبعا. اجنبي مشكله. ممكن فيلم عربي. نعمل فيلم لخمه راس وحضرتك حافظه ونشوطه في السريع. ده رخص اللي انت بتقوله ده. استسهال يا حمدي. قلت ضحك مضمون يعني. لا ولا مضمون، ما اتعمل. نعمل حاجه جديده. عايزين فيلم يا جماعه. نعمل فيلم النوم في العسل.
انت نفسك تنام تنام وتستحمى بالمره يعني. نعمل حاجه نجيب محفوظ مثلا يا ريس. حاجه نجيب محفوظ زوايا المدق كده ميرامور ولا لا ما فيهاش حاجه ما ينفعش يطلع منها حاجه. انا عندي فكره كويسه ممكن نعملها. عندنا اللبس موجود اجهزه وانا هقول لكم على الفكره ونتكل على الله. النبي يا ريس عايزين النبي ما تنساش العيال الصغيره في الليله اللي انت هتعملها دي الله يبارك لك. يعني لو ما لقيتش عيال صغيره مش هتشتغل؟ لا اي حاجه يعني هتعمل دور عيل صغير. ربنا يستر بقى. ماشي اتكل على الله. يا مصطفى روايه جديده بقى يا ريس اخد دور. انت الروايه اللي فاتت عملت فيها حاجه؟ لا. اللي قبليها عملت حاجه؟ لا. اللي قبليها برضه لا. مش معنى دي يا ابني مش معنى دي. صح يا ريس. ساعد اصحابك يلا اتكل على الله. ساعد اصحابك يلا يا جماعه اجهزوا. محمد اصغير اجهز. يا ده كريم. ايه يا اسطى؟ كنت تعالى اقول لك ايه؟ انا مش هخش استاذ اشرف راح لم شله اللطافه وعايزين يضحكوا. ولا انا هدخل فيها دي يا عم بلا يا عم. انا بعد تاني مسرحيه اشتهرت قوي الحمد لله. الحمد لله ده الشهر. يا رب ارجع كومبارس زي زمان. والله تعبت من الشهره كريم. والله العظيم وانا صدق بالله يا لا لا الجمعه اللي فاتت ماشي في الشارع صريخ ضحك والناس بتضحك وحاجه هنا في الشارع. الحمد لله ده قبول من عند ربنا. بيضحكوا على ايه بالظبط بقى؟ لما الست وقعت في البلاعه. دي فاني مسرحيه لما الست وقعت في البلاعه؟ لا مش في مسرحيه. واحده ست كانت ماشيه وقعت في البلاعه صريخ ضحك بقى. يعني ست وقعت فالناس بتضحك ماتوا من الضحك. انت بتحكي لي ده ايه علاقته بموضوعنا يعني؟ مش انت بتتكلم على الشهره؟ ايوه بتكلم على الزفت. طب ما الست دي اتشهرت قوي عندنا. طب والست دي تبقى امك؟ لا امال فرحان لها ليه يا كريم؟ في يا عم افرح للناس يا كريم. الشهره ان احنا وشوشنا احنا تتعرف. يعني اقول لك موقف من يوم اسبوع كده. كنت ماشي عند مول العرب قابلتني اسره كده وراجل ببدله وقال لي حضرتك بتاع تياتر مصر؟ قلت له ايوه. قال لي اتفو يا اخي ما تبطل تمثيل بقى. الحمد لله الشجره المثمره يتفون عليها. الحمد لله ربنا يزيدك يا حمدي والله. بس انا مش هخش اعمل عيال صغيره ولا اقول جمله وجملتين دي تاني. تقول لي معايا الاستاذ اشرف في وشي يا استاذ اشرف احنا نجوم ما بنقولش جمله وجملتين. هقول له يا حمدي يا كريم. ايوه يا ريس. يلا جهزوا. ايوه بنحفظ الجمله اهو يا ريس. يلا انزل اصغر بالمزيكا. نحن نريد العدس عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. نحن نريد العدس عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. أيها الكفار أيها الكفار. يا كريم كافر طفل برضه ولا إيه؟ يا ريس ما اكيد كان في اطفال في الكفار. ايوه كافر ابن كافر. ايوه ايوه صح. امال ايه؟ لن تخضع. ماذا نفعل الان؟ لا اين الخمر؟ كيف حال بني عبس؟ من؟ ابن كليب؟ العنتيل ابن كليب. نعم. كيف حالك يا عنتيل يا ابن كليب؟ أسمعتم عن دين محمد وأتباعه؟ نعم. إنهم يحرمون الخمر والميسر والفجور والرياء والنساء والظلم والقتل، وإحنا ناس بصراحة كفرة وبنحب الحاجات العسل دي كلها. نعم لقد سمعنا. لكننا ككفار لا تفعلوا شيء. أنا سأذهب وأقتل كل من اتبع هذا الدين. سأقتل كل من اتبع هذا الدين. اذهب يا ابن كليبة. اذهب. أين الخمر؟ سأحضرها حالا يا مولاي. اذهب يا ابن طب. أين الليتاني؟ النساء. أين النساء؟ سوف أحضرهم حالا يا مولاي. طفل. اصل حبيت الموضوع قوي بصراحه. صراحه اديته كويس. اذهب وهات النساء. ادخلوا يا نساء. فلتدخل الراقصات. ادخلوا صفينات كافره. نحن نريد الرقص رقص. هز شويه يا جاريه. هز شويه انت وهي. نحن نريد الرقص رقص. هز شويه يا جاريه. هز
الدنيا ولع الدنيا. يا محمد اتغير شيك شوك. ايه يا عم يا عم؟ ايام الكفار ما فيش شيك شوك يا جماعه. يا اتغير شيك شوك ايام الكفار بس يا بتوت. هيبوظ لنا الروايه. ما تسيبه ساعه الكفر ما تتعوضش. ولاتي والعزة انك لموزة. لقد اسلم العنتيل، لقد اسلم العنتيل. اسلم العنتيل. السلام عليكم ورحمة الله. من انت؟ العنتيل ابن كليب. انت العنتيل ابن كليب؟ لقد اهتديت الى دين الاسلام فانشرح قلبي وانشرح صدري وابيض وجهي وبقيت بيبي فيس زي ما انتم شايفين كده. لقد اقصريت. يا ايها القوم الكافرون، ألن تهتدوا إلى دين الإسلام؟ لا. دين جميل. لا. أيوا عليكم، أنا خارج. أنا ده اسكندراني ده مش كويس. راي عليكم. ايه لقد ارتديت؟ لفيت من ورا ارتديت؟ يا عنتيل. اقعد اسكر معاك ولا اروح بر الشيخ علي؟ تعالى تعالى نقعد نسكر. اليوم خمر ونساء. وغدا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. استنى يا جماعه، في حاجه غلط. ما ينفعش نقتل محمد عليه الصلاه والسلام، احنا كفار. بس احنا نعرف ربنا. احنا كممثلين، لكن ككفار ما ينفعش نقول كده. نكفر بقى عشانهم؟ احنا ناس مؤمنين. ايوه يا عم، ما ينفعش نقول كده. ايوه يا ريس، وانا هخرج من المشهد ده. ليه بشوي؟ ما انت قلت بشوي بقى يا ريس. يا سلام على الحساسيه، يا سلام. ماشي يا سيدي خلاص. ما بقول لكم حاجه، انا مش عاجبني الروايه دي. ليه؟ ما فيهاش شغل يا جماعه، ما فيهاش شغل. استاذ اشرف، ها الفكره اللي احنا عملناها من شويه دي زي الزفت، ومحمد سعد عملها قبل كده وكانت احسن مننا بمراحل. يعني وجاي تقول لي دلوقتي بعد ما عملناها؟ ما انتوا حابين تعملوها بقى. انا بصراحه قلت انتوا حابينها وخلاص. لا ماشي يا سيدي، ماشي نعمل حاجه غير ما يجراش حاجه. فكره وما عجبتناش